الارتفاع المستمر لأسعار الأدوية وخاصة تلك المتعلقة بالأمراض السرطانية والأمراض المزمنة سببت للمرضى معاناة كبيرة نتيجة ارتفاع أثمانها واحتياج المرضى لها لفترات طويلة. منذ ارتفاع سعر الدولار من 120 إلى 148 حصل ارتفاع بالأسعار الأدوية وخاصة الناس اللي يعانون الأمراض المزمنة كالسكر والضغط والأمراض الأخرى. إذا كان سعر العلاج 4000 أصبح 6000 أو 7000. أسعاني يعني عندي بالأمراض المزمنة عندي سكر. أخذ هسه أنا شريط الأميريال من 4000 إلى 3000 دينار. زين يعني هسه إحنا محتاجين بالمستوصف يتوفر لنا هالعلاج أو محتاجين قبل كانت أكو دفاتر. إنه للأمراض المزمنة تدخل أنت لجنة طبية تفحصك الناشدة الحكومة. وتوفير الأدوية للأمراض المزمنة خاصة في المستشفيات. إحنا عندنا أمراض سرطانية قسم من الناس. يعني أنا هسه أعرف لك هنا بيتي يعني عندهم أمراض سرطانية والله قاعد وساكت. أصحاب الصيدليات نسبوا ارتفاع أسعار الأدوية لتغيير سعر صرف الدولار والذي أثر على سعر الأدوية، فيما طالب المواطنون نقابة الصيادلة والمؤسسات المختصة اتخاذ ما يلزم للحد من الارتفاع المستمر للأدوية. ايضا على اصحاب الصيدلات نعاني من قله توفير الادويه وبعض الادويه ما نحصلها مستعصيه مثل الادويه المزمنه صعب دخولها يكون لنا وبالمستشفى ما تتوفر. قله الخدمات الصحيه وعدم توفر الادويه في المستشفيات الحكوميه يدفع المواطنين للتوجه الى الصيدليات الخاصه ليجد اسعار الادويه قد ارتفعت اضعافا مضاعفه. للعراقيه الاخباريه عبد الستار رياض صلاح الدين.